دلوقتي هنتعرف على موضوع الاكتيفيتي كودز. الاكتيفيتي كودز هي طريقة لترتيب الاكتيفيتيز، وزي ما كنا عملنا في المشاريع وقلنا المشروع او المشاريع مترتبة طبقا للاي بي اس، بس انا ممكن ازود معيار تاني اسمه بروجكت كودز بحيث ان انا ارتب طبقا للاريا او لبادجت المشروع وهكذا. نفس الشيء ممكن اعمله على الاكتيفيتيز. الاكتيفيتيز مترتبة اساسا بالدبليو بي اس، او ان انا ممكن ارتبها بالدبليو بي اس كطريقة رئيسية أو طريقة شهيرة لترتيب الأكتيفيتيز. نفس الشيء أنا ممكن أرتبها بالأكتيفيتي كودز. الأكتيفيتي كود إن أنا أعمل معيار مختلف عن معيار الـ WBS بحيث إن أنا أرتب على أساسه. من الطرق الشهيرة جدا إن أنا أرتب الأكتيفيتي كودز طبقا للترتيب الـ BOQ. أحيان كتير الـ BOQ بتبقى مترتبة طبقا للماستر فورمات الخاص بالـ CSI اللي هو من 01 ل 16 أو الـ CSI اللي بعده. فممكن ان انا ساعتها ارتب الاكتيفيتيز بتاعتي طبقا لنفس المعيار ده عشان اطلع شكل مشابه للمستخلص. طبعا لا شك ان اللاين ايتم في البي او كيو اللي هو البند يعني في البي او كيو ممكن يكون هنا متمثل على شكل 5 اكتيفيتيز 3 اكتيفيتي وهكذا، ونفس الشيء العكس برضو ممكن اللي يبقى اكتيفيتي واحد ماسك اكتر من لاين ايتم. فبالتالي انا ببقى محتاج ان انا اعمل تكويد لمستوى مثلا معين مناسب زي مستوى الديفيجن اللي هو 01 و 02، يعني اخد مثلا كل انشطة الخرسانة واديها الكود 02 اللي هو خاص بالكونكريت في السي اس اي ماستر فورمات، بحيث ان انا لما اجي اقول له مثلا طلع لي الخرسانات الاجمالي بتاعها بكام كبادجت او كارنت فاليو. البادجت اللي هي قيمه المشروع نفسه او قيمه العقد، والارنت فاليو الاعمال المنفذه من وقع القيمه التعاقديه بتاعتها. فاقدر ان انا اعمل زي تشيك سريع كده ما بين المستخلص وما بين الجدول الزمني. وبعض الناس ممكن ان هو يعتمد بصوره رئيسيه على البريمافيرا في ان هو يحسب له المستخلص من خلال ان هو بيابديت النسب، وبيبدا ان هو من خلال الاكتيفيتي كود اللي حطه بطريقه مظبوطه مشابهه للبي او كيو ان هو يطلع شكل المستخلص والقيم بتاعته. طيب نبدا نعمل اكتيفيتي كودز. هنيجي على قائمه انتربرايز ونختار منها اكتيفيتي كودز. هيطلع لي الدايلوج بوكس الخاص بالاكتيفيتي كودز، والاكتيفيتي كودز انا اقدر اعمله على مستوى من ال3 مستويات. المستوى الاول جلوبال. جلوبال يعني على مستوى البرنامج ككل، على مستوى الداتابيز بالكامل لكل الاي بي اسز الموجوده، او على مستوى الاي بي اس اللي انا شغال فيها دلوقتي، او على مستوى البروجكت اللي انا فاتحه دلوقتي. طيب وليكن ان احنا هنعمله جلوبال، نفس فكره بالظبط البروجكت كودز. هاجي عند موديفاي هلاقي فيه اكتيفيتي كودز كانت معموله من البدايه. Phase, Department, Responsibility, Item, Type of Work, Release وهكذا. هاجي انا هعمل Add وهسميه مثلا Master Format. وممكن ان انا استخدم ال Activity Codes اللي موجودة زي ال Department او ال Phase وهكذا. طيب هقول له في ال Master Format ادي مختار هو دلوقتي الماستر فورمات وبيقول لي محتوياتها ايه. انا لو اخترت حاجة تانية زي مثلا الديبارتمنت الاقي ان له محتويات ممكن مش ظاهرة عشان الفلتريشن، اللي هقول له all values بس. engineering department, purchasing department, information system, construction department. نفس الشيء لو اخترت عنصر تاني زي ال responsibility الاقي مثلا اسماء ناس اندي ميسون توم ميلز وهكذا. الوحيدة اللي لو انا اخترتها هلاقيها فاضية هي الماستر فورمات، لان انا لسه عاملها كرييت ومفيش جواها values. هبدأ اضيف values جواها وليكن مثلا كود فاليو، هنمشي بنفس شكل ال CSI، هنقول general requirements وهضيف 02 02 احنا كنا قلنا خرسانة، لا هي 02 ال earthwork. زيرو ثري هي الكونكريت ورك. وهكذا ابدا اضيف 16 ديفيجن. بعد ما ضفتهم ممكن ابدا ان انا اختار لهم الوان معينة، يكون مثلا
أخضر وهكذا كده. يبقى أنا عملت الـ activity code بالشكل ده. ممكن أعمل أكتر بقى من activity code، أو إن أنا أعتمد على الـ activity codes اللي موجودة كده. عملناهم كـ dictionary، فضل إن أنا أعمل لهم assign على الـ activities، والخطوة الثالثة إن أنا أرتب بيهم زي ما عملنا في الـ WBS. نعمل كلوز. طبعا ناخد بالنا من الحته بتاعت موضوع المستخلصات. لو انا عايز اطلع المستخلص من البريمافيرا، لازم ما ينفعش ان يكون في اكتيفيتي واحد في البريمافيرا متقسم على بندين، وساعتها التكويد هيكون على مستوى البند مش على مستوى الديفيجن. فبالتالي هبقى ايه يعني، حاطط البنود كلها كلاين ايتمز، وهبدا ان انا اربط الانشطه بيها. فهيكون مثلا النشاط يساوي اكتيفيتي يساوي لاين ايتم او بند، او نشاطين او اكتر يساوي بند. يعني البند هيكون نشاط او اكتر، لكن ما ينفعش يبقى العكس عشان اطلع على مستوى البند، وساعتها التكويد على مستوى البند. طيب نبدأ في موضوع الاساين. خلينا نطلع الديتيلز ويندو. هاجي في الجزء بتاع كود وهعمل اساين. هلاقي عندي دي الفيزز اللي هي كانت كريتد من قبل كده، الديبارتمنت برضو كلها كريتد من قبل كده، الريسبونسبيلتي. انا عايز اوصل للماستر فورمات، فهختار ان البلين كونكريت تبع 3. كان في عندنا الباك فيلينج، باك فيلينج 2، الايرث وورك 2. عندي مثلا الـ insulation يبقى 7، الـ ground والـ slab أقول إن هما 3، الـ brick أختار الاتنين مع بعض، أدوس على 4 دبل كليك، الـ plastering والـ floors والبينت والجرانيت بتاع الستيرز. دول كلهم ممكن اختارهم مرة واحدة واقول لهم دول فينيشز. لو جيت وقفت على اي واحد فيهم خلاص هلاقي ان الايه بقى 0.9. كان في حاجات سيبناها في النص. نرجع على الدور فريمز الانستليشن بتاعها، خلي كل الدورز والويندوز تبع دورز اند ويندوز، مفيش داعي ان هي تبقى قسمها مثلا وود وميتال الا لو هي حاجه غير الدور والويندو. الانسوليشن يبقى 7. الستيرز الهاند ريل دي ممكن تبقى ميتال اهي، كل حاجه الميكانيكا بقى اخليها 15، كل حاجة الكهرباء هخليها 16. هعمل نفس الموضوع ده في الدور التاني، بحيث ان كل الانشطة خلاص كده يبقى موجود لها كود. طيب انا كده عملت assign، اقدر ان انا اعمل sort group and sort. هفتح group and sort واختار ان انا عايز اشتغل على ال activity code اللي هو كان اسمه ايه، master format. هلاقي بقى باسمه master format. هيقول لي الماستر فورمات فيه كذا ليفل، عايزه اندنت، اقول له كل الليفلز، ابدا اقول له اوكي. ويخلينا نشيل الديتيل ويندو. طيب نلاحظ هنا ان هو جاب لي ايه، General requirements, earthwork, concrete, masonry, metals وهكذا. حتى العناصر اللي ما فيهاش activities جايبها لي. طيب لو انا مش عايز العناصر اللي ما فيهاش activities دي، زي ال specialties, equipment, furnishing, special construction, conveying systems،
هاجي عند السورت زي ما اتعلم في الجزء بتاع سورت، وهقول له هايد اف امتي. هو كده هو جايب لي بس للايرث وورك دي، كل اعمال الايرث وورك. وجايب لي تحتها الكونكريت، ماسونري، ميتالز، ثيرمال. طبعا هلاقيه مجمع الدورين، او لو اكتر من دور هيجمعهم كلهم مع بعض طبعا. يعني مثلا البريك وورك هنا، بريك وورك وبريك وورك دي كانت في الدور الجراوند، حرف الجي اهو في الدبليو بي اس، وده كانت في الفيرست. برضو يفضل اثناء تسمية الانشطة ان هي تبقى دالة برضو على الدور اللي هي فيه عشان التكرارية، زي كده هيبقى اتنين اسمهم ستيرز هاندريل، ستيرز هاندريل. عايز ابقى افرق بينهم ان دي بتاعت الجراوند والفيرست، يفضل في الاكتيفيتي نيم ان انا ازودها كده. يبقى انا عملت وكده، يبقى رتبنا طبقا للاكتيفيتي كودز. ممكن برضو بالنسبه للاكتيفيتي كودز ان انا اعمل اكتيفيتي كود زياده، بحيث ان انا لما هرتب طبقا للماستر فورمات ثم حاجه تانية مثلا. وليكن ان انا هعمل في الاكتيفيتي كودز ادوس موديفاي وكريت واحد جديد خاص بالتايب مثلا. هل في تايب هنا؟ مفيش في تايب وفورك. خلينا ايه نعمل احنا تايب بس، او خليها ديسيبلين ممكن. اقول له كلوز، هيقول لي عايز تضيف حاجه في الديسيبلين. هبدا اضيف الاربع تخصصات مثلا. طيب نبدا نقصين بقى الاكتيفيتيز اللي عندي. اقول له اساين، انا عايز شاشه بس الاكتيفيتي كود. ادي اهو الديسيبلين، واختار من ده سيفل. يبقى بالاضافه لان هو 02 في الماستر فورمات، هو سي في الديسيبلين يعني سيبل. طيب ممكن اختار عدد من الايتمز كده، بدوس شيفت وافضل انزل لتحت عشان اختارهم. دبل كليك على سي او على سيبل، لان هو اساين خلاص ليهم. اجي للبريك وورك، البريك وورك يعني بعض الناس بتعتبرها تبع السيفل وبعض الناس تبع الاركتكشرال، خليها تبع المعماري. وهبدا اخد كل المعماري ده واقول ان هو ارك، واجي من اول الووتر بايبس اللي هي شغل الميكانيكال او البلامينج للدورين، الدور الارضي والدور الاول علوي. اه هنا كان مرتب بالاكتيفيتي كود. يبقى هنقف لغاية هنا بس. ده كده ام اي بي. واجي على الدور اللي فوق لغاية الستيرز، واقول ان ده architectural. اما اللي تحتيه ده من اول water pipes والسيوج والوايرنج والسويتشز، كل ده ام اي بي. كده اي واحد في الاكتيفيتيز دول بقى عنده اتنين اكتيفيتي كود. ابدا ان انا عايز اعمل بقى ترتيب بالاكتيفيتي كود، فهقول له organize group and sort، وهختار الليفل الاولاني وليكن هو الديسيبلين. الاقي ديسيبلين موجودة هنا، هي ما فيهاش ليفلز، هي كانت ليفل 1 بس او ليفل 1، فما فيش داعي الاندنت. وهاجي على then by او الليفل التاني اللي هيرتب بيه، هختار الماستر فورمات. ادي الماستر فورمات اهو، وهبدا اقول له اوكي. الاقي ان بقى في عندي مستويين للترتيب. المستوى الاولاني هو سيفل، وجواه ايرث وورك وكونكريت. والثيرمال اند موستشر بروتكشن الانسوليشن اندر جراوند،
وبعد كده الاركتكتشرال جوه ماسونري وميتال ثيرمال دورز اند ويندوز فينيشز، الالكتروميكانيكال جوه بقى الميكانيكال والالكتريكال وهكذا. ممكن برضو موضوع الادوار ان انا احط مثلا اني في الفلور الاولاني واني في الفلور الثاني بحيث ان يطلع لي ده ثم ده ثم ده. طبعا يعني لو لقيت ان الاتجاه بتاع الاكتيفيتي كودز بيمشي ناحيه ال WBS يبقى الافضل ان انا استخدم ال WBS. انا بستخدم الاكتيفيتي كودز عشان يعمل وظيفه تانية غير ال WBS، عشان يعمل اورجانيزيشن بشكل مختلف عن شكل ال WBS. يعني كده نبقى خلصنا الجزء بتاع الاكتيفيتي كودز.